السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن صحة وحال. من ضمن أكتر الشكاوي اللي بنشوفها في عيادات الباطنة مشكلة تورم الأطراف خاصة الرجلين. فسيولوجيا بيحصل خلل في عملية التوازن ما بين السوائل والأملاح المعدنية داخل الخلايا، فبيحصل تراكم للسوائل داخل الجسم وبالجاذبية بتنزل لأسفل فتتراكم داخل الرجلين وتعمل الشكل اللي هو بتاع تورم الرجلين اللي بنسميه بالإنجليزي peripheral edema أو lower limb edema. أسبابها كتيرة جدا جدا جدا، أهمها على الإطلاق الأسباب البسيطة الطبيعية الفسيولوجية زي السفر لفترات طويلة، طيارة، سيارة، قطر، مركب لفترات طويلة، طبيعة الشغل اللي بتخليك دايما واقف على رجلك زي الحلاق، الكوافيرة، الأشياء اللي زي كده، الجلوس لفترات طويلة في العمل أثناء الدورة الشهرية نتيجة الخلل الهرموني، الحمل نتيجة زيادة في الهرمونات أو خلل الهرمونات أثناء الحمل، وتراكم السوائل داخل الجسم هي والأملاح المعدنية اللي محتاجها الجنين. كبر السن أو زيادة السن بيبقى فيه زيادة في السوائل. النوعية ده هي بتقل جدا إذا الشخص رفع رجليه على كرسي، وإذا نام هيصحى الصبح يلاقي التورم الرجلين قل بنسبة كبيرة. بعد كده في أسباب المفروض مرضية، ودي كتيرة جدا جدا جدا. الكسور والكدمات ممكن تعمل تورم بيبقى معاها ألم. التهاب الأنسجة والأربطة والمفاصل ممكن يحصل معاها تورم في الساقين وإديمة. بعض الأدوية الكتير زي أدوية المفاصل، أدوية الاكتئاب، أدوية التوتر، أدوية القلق، بعض أدوية الضغط زي دواء الأملوديبين اللي بيعمل تورم في الأنكل نتيجة إن هو موسع للشرايين، بعض أدوية السكر زي دواء البايوجليتازون اللي بيحتفظ بالمية والأملاح في الجسم. بعد كده في التهابات الأوردة أو دوالي الأوردة نتيجة ضعف الصمامات، فمش قادرة ترجع الدم مظبوط للقلب فبيحصل تراكم للسوائل في الساق وبيبقى باين معاها أوردة زرقاء كتير. بعد كده في لا قدر الله الجلطة وفي الأوردة العميقة داخل الساقين، ودي بتتدخل بتتطلب تدخل وذهاب للطوارئ فورا عشان نلحقها قبل ما تعمل مشكلة أو تنتقل إلى شرايين الرئة أو أوردة الرئة أو غيره. بعد كده في التهاب اللي قلنا الأنسجة والمفاصل، في بعد كده الكدمات، في بعد كده مرض تليف الكبد نتيجة فيروسات الكبد أو التهابات الكبد الكحولية أو التهابات الكبد نتيجة تراكم الشحوم. الخلايا الكبد المتليفة بتبقى عاملة زي الألياف فبتمنع الدم إنه يمشي في الأوردة فبيحصل تراكم للسوائل، أو نتيجة نقص إنتاج خلايا الكبد المتليف من البروتينات فبيحتفظ الجسم بالمية والأملاح ويعمل استسقاء في البطن وتورم في الرجلين. بعد كده لا قدر الله مشاكل الكلى والفشل الكلوي المزمن، الكلى مش قادرة تطلع السموم والسوائل من الجسم فبيحتفظ الجسم بالمية والأملاح ويعمل إديمة أو تورم في الرجلين. بعد كده قلنا أثناء الدورة الشهرية وخلل أو تغيرات الهرمونية فبيحصل الكلام ده من تورم الرجلين أثناء الدورة الشهرية. بعد كده في أسباب زي أورام الحوض اللي بتضغط على الأوعية الدموية فبيحصل تراكم للسوائل داخل الرجل الأقدام،
بعد كده في الحساسيه والارتكاريا، وبيحصل معاها احمرار وحكه، وممكن تعمل حاله طارئه نتيجه تورم الوجه وفوق العين والشفايف وبرضو الاقدام والرجلين. بعد كده في هبوط عضله القلب، وديت من الحاجات المشهوره سواء الناحيه اليمنى من القلب، ودي الاشهر اللي بتعمل استسقاء في البطن وتورم في الرجلين او في الساقين، او الناحيه اليسرى وبرضو بتعمل الكلام ده. ارتفاع الضغط في شرايين الرئه نتيجه امراض الرئه، من التهاب رئوي، من تليف في الرئه، فده هيأثر على الناحيه اليمنى من القلب، وهيحصل تراكم للسوائل، وسوائل كتير برضو هتتراكم داخل الساقين. بعد كده في مشاكل المناعه اللي ممكن تعمل تورم في الجسم، سواء الروماتويد او المفاصل او الاشياء اللي زي دي. بعد كده في العلاج الاشعاعي او الكيميائي زي ما قلنا، ممكن يعمل اعراض جانبيه. بعد كده في الجروح او الحاجات او الاصابات او التهاب الانسجه نفسها، او اي جرح داخل منطقه الرجلين هتعمل تورم في الساقين. بعد كده في مرض الفيلاريا او مرض الفيل، نتيجه ان دوده الفيلاريا بتعمل قفل للاوعيه الليمفاويه، فبيحصل معاها تورم في الرجلين. وطبعا مهم جدا ان احنا نقول التهابات الاوعيه الليمفاويه ممكن غير الفيلاريا ممكن تعمل تورم في الرجلين. بعد كده في زي ما قلنا قبل كده الدوالي والجلطات والاشياء اللي زي دي، بكررها تاني، مهمه جدا الجلطه بالذات نخلي بالنا منها. بعد كده في مرض انسداد المجاري التنفسيه اثناء النوم، ودوت بيقلل كميه الاكسجين، ومع الوقت بيأثر على الرئه والقلب، وممكن يعمل تورم في الرجلين. يبقى قلنا اسباب فسيولوجيه طبيعيه زي الحمل، زي الدورة الشهرية، زي في السن الكبير، زي ضعف الأوعية الدموية، وفي أسباب تانية زي سوء التغذية ونقص أكل البروتين ونقص الأملاح المعدنية في الجسم، وفي برضو التحرك أو السفر للأماكن المنخفضة جدا عن سطح البحر، فبيحصل نزول للسوائل داخل منطقة الساقين، فبيعمل تورم او إديمة في الرجلين. طب هو العيان بيجي يشتكي لنا من ايه؟ رجلي ورمه يا دكتور، او رجلي فيها اوعيه او زرقان او اورده كتير يا دكتور في حاله الدوالي. طيب دكتور عندي لا قدر الله سوائل في البطن وورم في الرجلين في حاله الكلى او الكبد او القلب. طب يا دكتور بيجي لي تورم في الرجلين أثناء الدورة، أو معظم الحوامل طبعا بيشتكوا من تورم في الرجلين. نسيت أقول بالنسبة للحمل في حاجة اسمها تسمم الحمل، ودي حاجة خطيرة جدا، بيجي معاها ارتفاع في ضغط الدم وتورم في الرجلين وزلال في البول، ودي من الحالات المهمة أو الخطيرة. بيجي يشتكي لنا من وجود كدمات في الساقين أو في الرجلين، بيجي يشتكي من تورم ناحية السمانة بتاعة الرجلين مفاجئ مع زرقان أو احمرار، وهنا بنشك في الجلطة على طول ولازم نعمل دوبلر. بيجي يشتكي لنا من صعوبة أو تقل في المشي، مش قادر ألبس الشراب أو الجزمة. بيجي يشتكي لنا من سمنة وزيادة في الوزن نتيجة تراكم السوائل داخل الجسم. بيجي يشتكي لنا من ضيق في النفس وتعب مع المجهود. بالتالي التشخيص هيكون موجه للسبب مع الوضع في الاعتبار، ان احنا نطمن الشخص في الحاجات الفسيولوجية اللي بتحصل دايما في تورم الساقين بالذات اللي قلناها قبل كده، وطبيعة العمل والوقوف الكتير والسفر الطويل او الجلوس الكتير. بعد كده هنعمل تشخيص كامل، وظائف كلى كاملة، وظائف كبد كاملة، دوبلر على الأوعية الدموية للساقين، بنعمل دوبلر للقلب، رسم قلب، إشعة على الصدر عشان اطمن، إشعة تلفزيونية على البطن، صورة دم كاملة، عوامل الروماتويد، كل الفحوصات هتبقى تتعمل عشان تحليل البول طبعا عشان اشوف نسبة الزلال ونسبة البروتينات في الدم.
بالتالي هيكون العلاج برضو موجه للسبب، وإذا كان في دوالي برضو نحاول ما نلبس حاجة ضيقة، بنطلونات ضيقة أو حاجات زي كده، لأن كلها بتتعارض مع رجوع الدم عن طريق الأوردة للقلب، فبيتراكم السوائل أسفل الجسم. نحاول بقدر الإمكان إن احنا نستخدم الشراب الطبي في حالة الدوالي. إذا كان في أمراض كلى أو كبد أو قلب طبعا نعالجها، كل واحد على حسب حالته. نطمن الحوامل، بس نطمن دايما في المتابعات على نسبة الزلال، نطمن البنات في وقت الدورة إن ممكن يحصل تورم، نقلل الملح في الأكل، نحاول دايما في الطيارة إذا كانت في الرحلات الطويلة ناخد أسبرين أطفال قبل السفر، ونحاول نرفع رجلينا دايما على كرسي أو على مخدة أثناء النوم في البيت. نحاول إذا كانت طبيعة عملنا بتتطلب الوقوف الكتير، بعد كل ساعة وقوف أو حاجة ناخد 10 دقايق راحة كده ورفع الرجل، ما ناكلش أملاح كتير. نحاول نعالج مشاكل الرئة ومشاكل الجيوب الأنفية وانسدادات مجاري التنفس. نحاول دايما إذا كان في أي التهابات في الكلى أو في البول نعالجها على طول. نحاول ننزل وزننا ونعمل مساج على الرجلين في اتجاه لأعلى عشان نفتح الدورة الدموية أو الأوردة إنها تاخد. وفي حالة لو شعرنا لا قدر الله، ودي أخطر حاجة الحقيقة كحالة طارئة، بتورم في السمانة أو احمرار مفاجئ، نروح الطوارئ فورا عشان نستثني الجلطة. أتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة، أتمنى تكون 2021 سنة سعيدة عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل جرس، وأشوفكم دايما على خير، وسلام عليكم.